الدكتور علم المختار على هذه الدعوة الكريمة، وسعداء أن نكون في صحبة فضيلة الأستاذ الدكتور شفق علام مفتي الجمهورية. الحقيقة سلسلة من الافتتاحات المتتابعة في محافظة الدقهلية، سواء من المساجد التي قامت وزارة الأوقاف على بنائها أم المساجد التي تمت بالجهود الذاتية. أنا سأكد على نقطتين في إيجاز. النقطة الأولى، إحنا في عدد من الاتفاقيات حول المشاريع التنموية مع محافظة الدقهلية، والحقيقة بأشيد بتعاون الدكتور أيمن المختار محافظ الدقهلية الكبير، وإحنا بينا وبين بعض تفاهم كبير جدا في عدد من المشروعات، كان أهمها موقف صندوق اللي هو الموقف اللي هيحل مشكلة كبيرة جدا في التكدس الداخلي. الحمد لله انتهينا من كل الاتفاق، وبدأ بالفعل هيئة الأوقاف أسندت المشروع، وإن شاء الله خلال الأسابيع القليلة الماضية هبدأ التنفيذ على أرض الواقع. بالفعل تم إسناد مشروع الموقف، وسيبدأ إن شاء الله التنفيذ فيه، وإدانا له مهلة للمرحلة الأولى اللي هي صحن الموقف 3 أشهر فقط، يعني بإذن الله يتم في نقطة مهمة جدا. حوكمة التبرعات، وأنا بوجه رسالة الآن، الدولة كلها بتتجه إلى قضية الدفع غير النقدي والنظرة المالية ومزيد من الشفافية ومزيد من الحوكمة. لما احنا قلنا إن هنرفع صناديق التبرعات من المساجد، هدفنا إن كل حاجة تبقى متشافة. خلينا واقعيين، احنا دايما عندنا مبدأ في الإدارة بيقول المتابعة لا تعني الشك في أحد، والثقة لا تعني عدم المتابعة. لما تدخل الأمور في الحسابات البنكية يبقى كل مليم دخل علمت الدولة كيف دخل وأين خرج. جت فترات سابقة، احنا الحمد لله في سيطرة كاملة على المساجد، لكن لا ينكر أحد إن في فترات سابقة بعض الجماعات كانت استغلت هذه الصناديق سابقا، لا يعلم أحد كيف كانت تستغل أموال هذه الصناديق. احنا لما بنقول الدولة المصرية بتأكد على حاجتين: الشفافية، النزاهة، الحوكمة. الأمر الثاني، احنا كأوقاف بنقول احنا بإذن الله قادرين على القيام بأمر مساجدنا، فإذا اللي يجي عايز هو يتبرع بصورة محترمة وشفافة والناس تعلم من أين دخل وكيف خرج، هذا معه. أما التبرع العيني، الناس بتسأل، واحد عايز يتبرع ببعض المستهلكات للمسجد هيبقى في سجل للتبرعات العينية، لا حرج فيه. النقطة الثانية، إن احنا أمس أعلننا إن بعد الخطوة الأولى اللي بتنتهي من السنين المقبل برفع جميع الصناديق، هنراجع عمل مجالس إدارة. أنت مجلس إدارة بقالك سنتين أو بقالك 3 سنين أو سنة، هل أنت مجلس فعال ولا كنت مجلس شكلي؟ طب لو مجلس فعال، انت اديت ايه؟ خدمه للمسجد او اديت ايه؟ خدمه للمجتمع. اللي ادى خدمه يكمل. طب الحاجه الثانيه، انت كنت شغال قانوني، الحسابات بتاعتك بتدخل في البنك وتطلع من البنك ومسجله في دفاتر، ولا انت كنت شغال كده؟ المرحله العشوائيه انتهت، سواء في مساله الصناديق او حتى احترامنا وتقديرنا لمجالس الاداره اللي كانت بتشتغل بس بغير انضباط قانوني. كل شيء يبقى مقنن، حتى التبرعات العينيه تسجل في سجلات، وده حفاظ على مال التبرعات. وننتقل من مسألة التبرع بالصندوق، كنتوا عارفين اللي كان يليق تلاقي على الطريق واحد واقف في كرتونة، واحد واقف في صندوق وتبرع لبيت الله، وانت حتى انت كمتبرع مش مطمئن ان الرجل اللي على الطريق ده هياخد فعلا يبني بيت ربنا، وهو ومين صلح له؟ احنا في دولة يعني نتحول بقى من العمليات الفردية الى معنى الدولة. الدولة انتوا عارفين ان جمع مال خارج اطار القانون مخالفه قانونيه، محدش عارف المال اللي هيجمع خارج اطار القانون. الراجل ابو كرتون او اللي واقف ابو صندوق ده، حد قال له فين تصريح جمع المال اللي معاه؟ النقدي الى التبرع غير النقدي بحسابات بنكيه، هيبقى عندنا حاجتين، في حسابات مركزيه، حساب للبر وحساب لعمارات المساجد، وممكن مجالس الادارات النشطه القويه يبقى عنده حساب للمسجد. انت عايز تتبرع للمسجد ده اذهب اليه. احنا بنعد قائمه هيبقى فيها اسماء مجالس الادارات المعتمده، حسابات البنكيه المعتمده. طبعا مساجد النزور دول حوالي 200 مسجد فقط، دول بيحكمهم قانون، فقلنا مساجد النزور هيتطبق فيها القانون، ودي المستثناه فقط من القرار.